قال ابن الأثير: ذكر وصول طائفة من التتر إلى أربل ودقوقا في هذه السنة، في سنة 628 في ذي الحجة، وصل طائفة من التتر من أذربيجان إلى أعمال أربل، إلى أعمال أربيل، فقتلوا من على طريقهم من التركمان الإيوانية والأكراد الجزقان وغيرهم إلى أن دخلوا بلد أربل، فنهبوا القرى وقتلوا من ظفروا به من أهل تلك الأعمال، وعملوا أعمال الشنيعة التي لم يسمع بمثلها من غيرهم. وهذه مصائب وحوادث لم يرى الناس من قديم الزمان وحديثه ما يقاربها، فالله سبحانه وتعالى يلطف بالمسلمين ويرحمهم ويرد هذا العدو عنهم. وخرجت هذه السنة ولم نتحقق لجلال الدين خبرا، ولا نعلم هل قتل أو اختفى، لم يظهر نفسه خوفا من التتر أو فارق البلاد إلى غيرها، والله أعلم. ذكر طاعة أهل أذربيجان للتتر: في أواخر هذه السنة 628 هجري أطاع أهل بلاد أذربيجان جميعها للتتر، وحملوا إليهم الأموال والثياب، أنواع الثياب الخطائية والخويية والعتابية وغير ذلك. وسبب طاعتهم أن جلال الدين لما انهزم على آمد من التتر وتفرقت عساكره وتمزقوا كل ممزق وتخطفهم الناس، وفعل التتر بديار بكر والجزيرة وأربل وخلاط ما فعلوا، ولم يمنعهم أحد ولا وقف في وجوههم واقف. وملوك الإسلام منجحرون في الأثقاب، وملوك الإسلام ابن الأثير يقول وملوك الإسلام منجحرون في الأثقاب. وانضاف إلى هذا انقطاع أخبار جلال الدين، فإنه لم يظهر له خبر ولا علموا له حالة، سقط في أيديهم وأذعنوا للتتر بالطاعة وحملوا إليهم ما طلبوا منهم من الأموال والثياب. من ذلك مدينة تبريز التي هي أصل بلاد أذربيجان ومرجع الجميع إليها وإلى من بها، فإن ملك التتر نزل في عساكره بالقرب منها وأرسل إلى أهلها يدعوهم إلى طاعته ويتهددهم إن امتنعوا عليه، فأرسلوا إليه المال الكثير والتحف من أنواع الثياب الإبريسم وغيرها وكل شيء حتى الخمر، وبذلوا له الطاعة، أرسلوا له حتى الخمر. يقول حتى الخمر: فهنيئا لابن تيمية بهؤلاء السلاطين الأئمة وحكوماتهم الإسلامية. فلماذا إذن يا دواعش يا مارقة تقتلون الناس على ظن في شرب أو بيع الخمور وارتكاب الموبقات فيما خلفاؤكم وأئمتكم وفقهاؤكم أبناء التيمية المرافقون لهم يحللون ذلك ويبيحونه في تلك البلدان، بل إنهم يعتبرون تلك الدول قدسية وأئمتها مقدسة ضامنة الجنة ومفترضة الطاعة، فتلك دولكم علمانية أكثر من علمانية الدول الحالية. فأي دولة إسلامية تريدون إقامتها وأنتم وأئمتكم أصل العلمانية الخليعة الماجنة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.